كالعادة 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 الأحرى كنحييكم أحرار الوطن، كنحيي الناس ديال الغرف النائمة والفايقة. أنا متبع غرفة أخرى وكتجيني دي ميساج هنا كنشوفها. أنا كنحييكم يا أناس، يا ناس، يا شعب. إلا بغيتو تزقو سد الروم ماشي مشكل، نسدوه ونشوفو. أنا غنسد الروم وغندير ليه هكا، ماشي هادي، ماشي درت هاد القاية، درت شي حاجة غلطة هنا. شليسن، اوكي شليسن، اي سدات. على ان كنحييكم، كنحيي الغرفة ديال الاحرار ديال الناس ديال الطاليان، كنحيي خويا تاشفين، كنحيي المشاركين اللي معاك، الناس اللي عندها افكار نيرة، كنحييكم كاملين. ما كنحييش في طبيعة الحال الناس اللي عندها الافكار النائمة والتي تعيدنا للوراء. احنا ما بغينا، ما كنشوفوش اللور، كنشوفو قدام. انا ملي كنقول دولة جمهورية امازيغية ما تنقصدش بها، انا اعتراف، اعتراف منكم تعترفوا بان كاين ارض فيها 80 85% ولا اكثر ديال سكان الامازيغ. ملي كتسميها انت عروبية، عربية، قومية، قومجية، زيد لها إسلامية وزيد وسالي النهضرة. أنا كنحييكم يا أبطال الوطن، خويا تاشفين، خويا أغيلاس، خويا حنا ماشي قومجيين بديك المفهوم ديال القومجية. حنا ما كنقطعوش الرقاب، ما عمرني نفكر أنا في قتل دجاجة. كناكل دجاج لكن ما كنقتلوش، انا كل حولي وما كان ما كان نحروش. شغلك هذاك، انت نحر، انت جزار، انت متخصص في النحر والذبح والقتل والعدوان. انا كنحيي كل الاحرار ديال الوطن اللي عندهم قضيه وطنيه في قلبهم، اللي كيبغيو ان الوطن ديالنا يكون مستقل، يكون حر، ما تموتش عندنا اطفال في الجبال ولا في الانهار ولا في الوديان وفي البحار، كيغادروا الوطن بزوارق الموت. وكتفرجوا، كتفرجوا انتم، كتفرجوا كتشوفوهم كيموتوا، والبحر كيخرج لكم 6 عوازة و35 مغربي قاعدين الرب ديالكم. انا كنحيي الناس الاحرار اللي كتدافع على وطن، ما كتدافعش على وطنيه، وطنيه كندافعوا على وطن ماشي وطنيه. يا وطني، الى فهمتوا النداء موجه لكم كاملين، عييت من الهضره وكنعتذر الناس. انا درت هذا من درتو من التليفون، ما في ما نشعل الكاميرا ولا نشعل الخرا ولا شعلت، انا تشعلت، انا شاعل. الوطن ديالي تقاد، تقاد عليه داك الشعولي اللي كنت شاعل فيه، شعلت فيه العافية تتحرك وانا كنتفرج. على اين انا كنشوف هنا اخصويني في الغرفة الاخرى، ماشي مشي. انا كنحييكم، نحن في الميعاد ونحن في بالمرصاد. الناس اللي كتعادي حرية، راه الغرفة العزوزية يا أخي تاشفين، والناس اللي كيعتقدوا بأن عزوز كيهضر على أقلية وعرقية حنا كنهضروا على واحد الكرامة ترجع لواحد الشعب اللي تنحر، تنحر 1400 سنة. فاحترموا انتم غير ديك الكرامة ديال داك الانسان الامازيغي اللي تحقر. الا كنتي انسان
مواطن في الطاليان، في الامريكان، في الصبليون، في كتعترفوا بالهنود الحمر والهنود الصفر والخضر. ولكن كنهضر لكم على الامازيغ، كترجعوا للور. كل شيء كيف كيفه. حنا كيف كيف، حنا في ارض وحده، ولكن الامازيغ ما تقدروش تعترفوا بانهم هما اللي كارين لكم الدار. ما قدرش حتى واحد فيكم ما يقدر يقولها. المسخ ان الامازيغ ولاو كيعتقدوا بهاد القضيه، وكيعتقدوا بان ما تسبش وانا كنسب وعزوز كيسب انا ما لقيت ما ندير، ما لقيت ما ندير. كنت جالس واحد النهار وانا ندير فيديو وانا نبقى نسب، انا كنسب الاوضاع اللي كتعيش فيها يا اخي. انا كنسب الوضع، كنسب الوضع اللي عشتي فيه واللي غتعيش فيه واللي غيعيشوا فيه ولادك، وكنسب هذاك اللي سبب ليك المعيشه في ديك الحياه. تحياتي لكم يا ولاد القحاب، يا الزوامل اللي ما كتخدموش الذكاء ديالكم. حنا ما نحن نحب وطن، ما كنحبوش بعضياتنا. انت فاسي مكناسي، نفرق بينك. انا عز علي مكناس على تارودانت، على كلنا أبناء وطن واحد، غرفة واحدة. ما تحبونيش أنا، عندي رب الحب ديالكم أنا ما بغيتوش. حبوا غو بعضياتكم، حبوا بعضياتكم، كونوا لبعضياتكم وسيروا قضيوا حوايجكم، قضيوا شي حاجة، قضيوا شي حاجة. إن عندي الرب ديال ربكم هو على دين جدمكم ودين خرق.